C'est parti, Michel l'émission. Michel Wallo, c'est parti, la joie, cette victoire, chabba bzaf, même le Sénégal. L'Algérie, 1, 2, 3, viva l'Algérie. Tahia el Jazair, khoya. وما كنتوا تسمعوا فينا على بالي بلي الجزائريين في كل مكان في كل مكان. اليوم الجزائريين فرحونا، الخضر فرحونا، المنتخب الوطني الجزائري فرحني. راكم تسمعوا فينا سور لي 3w.topradio.live. يوسف البلايلي سجل الهدف وفرح الجزائريين وطلع الانتر الجيري اليوم في مصر ام الدنيا خويا. وحنا شكون؟ حنا الجزائريين. إيه سي بارتي، سمعتوا معنا اليوم الماتش، عشنا كيف التجربة تاع الجيري السنغال. معنا شكون؟ معنا سام خويا، سام العريضة التقنية كيما بالماضي عندي بالماضي هنا تاعك. كان معايا الحاج عدلان اللي شفتوا الحاج عدلان مسكينة خويا. الحاج عدلان عباك شاك اكسيون جوز من الماتش عندك رياكسيون من هذا الحاج عدلان اوبليغاتوار خويا. اليوم كنا اون ديريكت فروم ايجيبت مع جلال، حكينا قبل الماتش كيفاش هي الاجواء عنده في الستاد. 30 جوان اخويا، نقدر نقول لكم بالله كاع يقولوا وحده وجبناها في الفيلي. علي بالماضي علي. وان تو تري فيفا لالجيري. الماتش تاع اليوم بين الجزائر والسنغال، سجل يوسف البلايلي الهدف الوحيد في المباراة عند دقيقة 49. دو كارتون جون كانوا من عند جمال بن عمري المدافع الوطني وكذلك يوسف عطال. بالنسبة للسنغالي تاني كان عندهم دو كارتون جون اللي هما شيخو كوباني وكذلك بالدري دياو كايتا. بالماضي جمال عرف كيفاش يجد التشكيلة الملائمة وأيضا طريقة لكي يربح. قالك ربحهم فور بالزور خويا. راكم معنا في توب راديو في هاشتاك كان فاي وسام، وعندنا لوغران حاج عدلان. ايوي الجيري داروها الاولاد، جابوها الاولاد من ام الدنيا مصر خويا. ان بوت زيرو. يوسف البلايلي الحاج عدلان كيفاش كانت وكيفاش عشت المباراة؟ انا شفتك كيفاش عشت المباراة خويا، احكي لي على اعصابك. ان بوت زيرو عباك دي ماتش وين بوت تربح 0 خلينا تربح 3-0. جو بونس كو اليوم نو فريمون لي غارسون تاعهم صحه، ايزون ريبوندي ا لابيل. سي فري كو قبل الماتش الناس كاع كانت تقول باللي الفافوري سي السنغال بارابور انوا. سي فري كو السنغال عندهم بلوس دو 3 زون اللي راهم اونسومبل. لونتينر تاعهم ثاني عنده اكثر من 3 سنوات، يتعرفوا مليح اللاعبين. لعبوا ديجا لا دينيير كان، كاين واحد 80% تاع لي جوار اللي لعبوا لا دينيير كان. بارابور لينا حنا اون اون كونستركسيون، بالماضي عنده ما عندوش شي ناني ملي الحق. نظن بلي سي البابي هما كانوا فافوري بارابور لينا في الماتش تاع اليوم، مي سي التيران الولاد تاعنا يزون مونطري ان اوتر فيزاج لي اون بو اتر فيير. اليوم شفنا بلي سورتو في الديوال في لا كومباتيفيتي في لا سوليداريتي، انا شفنا بلي ا سيغتان مومون ريت لك دي زيماج في صل وين بلايلي كان في لو رول تاع ريال غوش قبل بالعمري. الوغ هاد لي سين هادو ولا هاد لي ديتاي هما اللي داروا لا ديفيرونس اليوم. وصراحه حنا كنا متفائلين ودايرين ثقه، دار من البارح مدينا البرونوستيك انا وياك. كنت انا شخصيا كنت دير باللي الفات اللي ناخذوا لافونتاج نماركيو حنا الاولين، لي شونس تاعنا تكبر باش نفوزوا بالمباراه. وانا شفنا اليوم كما تكلمت لك قبيله قلت له كان يريحوا حتى لديموش ما يغاليزيوناش السنغال. وسي فري حاج عدلان قالك امبوسيبل ايغاليزيو من لديموش، ان شاء الله يقعدوا يلعبوا بصح جامي ايغاليزيو على ليكيب تاع جمال بالماضي اللي اسيرات. شخصيا يوسف البلايلي ابهرتني خويا اليوم. الي 20h26 راكم تسمعوا فينا اون ديريكت على 3w.topradio.live. كذا ليفر داروها الاولاد، داروها الاولاد، سجلوا هدف تاع يوسف البلايلي وتاهلوا مباشره
الى الدور ثم النهائي. نذكركم بلي الجزائر فازت على السنغال بفضل لاعب السابق تاع مدينه وهران دقيقه 49 يوسف البلايلي باليمنى دخلت الشباك. يا يوسف يا الحاج عدلان كيفاش شفت الهدف تاع كناش بعد في صلاه بعد ديف دوك تقدموا ما كناش بعد اون بريمير طون في دو اوكازيون نت دو سكوري دخلت على دوزيام ايتو كانت في صالحنا. شفت كيفاش لا بريباراسيون تاع البيت اسماعيلي دار لو بلو غرو اي بي جات عند بليلي بلا لوسيديتي تاعو بالطالون هذاك خلاه باش يسدد الكره في الوقت المناسب حتى الحارس ما كان عنده حتى قاعد حارس خلاه سير بلاصي اكزاكتومون كانوا دو غارديان ما يجيبوهاش تليفون كوم البلايلي سان ارتيست لي ماركا البيوت. لازم نرحب بالارتيست تاعنا تاع نهار اليوم محمد روان اللي يحكي لنا اليوم على الماتش تاع الفوتبول تاع الجيري فاسو سينيغال كيفاش عاشوا الارتيست وشاف داك الارتيست يسجل الهدف. اولا مساء الخير. مساء الخير ومساء الخير الحاج. مرحبا بك. الله يسلمك. شو تري كونتون دو بارطاجي هذا المومون دو بونور افيك فو. الله يخليك. حنا لينا شرف لاستضافتك اليوم في توب راديو في هاشتاك ال. الله يحفظك. الله يحفظك. ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون. اسكيل باري محمد روان سي ان فان دو فوتبول كوم تو لي زالجيريا. يلا براتيكي الفوت اون جون. اه وي صح سي فري. خذ هذيك لا دي ان ما طراش. ما كاش كيفاش طرا لو سبور يقعد في لا دي ان كيما لا ميوزيك. محمد البيوت تاع يوسف البلايلي وين كنت كيفاش درت؟ والله غير شوف ا مومون دوني لقيت روحي انا دائما تسمى في ليكيب ناسيونال وكذا كي نكون نشوف لعابك سي حاجه عاديه يعني سي لالجيري سي الحاجه تاعنا كاع صادير كاع نسالو فيها ماشي طون كلوب ولا سي هذه بلادك لا باتري اكزاكتومون. والله بالك الماتش قاعد يتيك وانا يعني غير هكذا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم نستغفر مي فريمون شغل هكذا يا ربي يستر يا ربي يستر حتى وين كنت مأمن سي روان كنت مأمن يا اخو نرجع شوف مع ابو الماتش ما خفت كي شفت انا عندنا شويه هذيك لا سوبرستيسيون هذيك كان ماذا بيا يلعبوا نحب انا هذيك لا توني بلونش بعد لعبوا بليف بهذيك الخضره هذيك شويه جي بانيكي ومن بعد قلت لا لا قلت ان شاء الله فيها الخير وكذا مي جافي ان بريسونتيمون باللي يبا يفوار كلكو شوز باسكو في لا بريباراسيون تاعهم وين كنا نتبعوا فيهم شويه هكذا شفنا باللي يافي لا بون امبيونس يافي لا بون امبيونس كانت واحد المحبه بيناتهم كانوا يبعثوا لنا دي ميساج هكذا يا شغل positive. اليوم فيصل لا سيبريك عندهم من très bonne équipe mais اليوم صابوا لي بير ديفيكولتي اللي بالك عمرهم ما عاشوهم اليوم صابوا ما صابوش الحل اليوم ما صابوش الحل ما صابوش الحل هما كل قعدوا قلت لك حتى نهار الحد ما يسيبوش الحل حتى نهار الحد ما يسيبوش الحل باش يروحوا للشباك رئيس وهاب امبولحي اللي انقذ اليوم الجزائر. لكن قبل ذلك حبيت نرجع لواحد لو بوين اللي ذكروا سي محمد روان قال لك التوني اسكو سي امبورطون لا كولير تاع لا توني بالنسبه للجوار سورتو الكوتي بسيكولوجي. وي وي يا دي بريفيرونس يا دي بريفيرونس لي سورتو اليوم علاش انا جو رجوع قال سيروان لعبنا في السخانه هذاك لا كولور 39 دوغري كولور بلونش ما ترفش السخانه سي امبورطون بارابور لوفير بي كان لي جوار سون سوبرستيسيو وهذا سي التيراج او ديبار اي ان تيراج كي سوفي باش تخيط لا كولور تاع المايو تاعك. البارح كان دي بريفيرونس كان دي بريفيرونس كنت تخسي لي جوار يقول لك جون بريفير جوي بوكو بليس افيك لو بلون. وي لو بلون ان شاء الله هي متنا كاع شابين بيضاء هكذاك وحنا الماركيو فيها لا ديستيناسيون تاعنا. نقول لكم بلي لا كان 2019 في الحد وطوب راديو هذه تقول لكم بلي الكوب دافريك ان شاء الله راهي في الجيري ان شاء الله. نحكيو شويه تكنيك نحكيو شويه تكنيك حاج عدلان كيفاش بالماضي تعامل مع المباراه خاصه في شوطها الثاني بعد ما شفنا بلي السنغال في لا بروميير كانزان دو مينوت بروميير ميتون لعب مليح عاود رجع بعد ذلك المنتخب الوطني لكن لا دوزيام ميتون شفنا وجه مغاير للمنتخب اللي حسم الامور وبعدها حاول تسيير مباراه.
لا اليوم انا ليا راجل المباراة اليوم هو جمال بلماضي سي بري كو لي جوار داروا لو ils ont tout fait sur le terrain mais l'homme du match ana liya s'il y avait un trophée à donner نعطيه لجمال بلماضي sur le plan tactique et surtout sur le plan préparation psychologique عارف كيفاش يبريباري لي جروب تاعو il n'a pas pris de risque باش يدير دي شانجمون pour faire des changements خلى المام la même équipe اللي دخلت premier match et si وهكذا لي يتخلقوا هذوك لي زوتوماتيزم وهكذا اللي يزيدوا يتعرفوا اللاعبين سيرتو لي 11 لوطرون نضرب لي سي البلون تاكتيك تغلب على اليو سي سي كيما يحب يعني سيرتو لي 3 كومبارتيمون كو سوا ديفونسيف ميليو تيرا حتى او نيفو د لاتاك كنا نهضروا على ساديو ماني اللي اليوم راح يدخل ممكن يكون لا ستار تاع هاد لاكان اي بي فا فير لا ديفيرونس انا شفناه سيغتان مومون أسرت ماما معطل وما صابش الحل لو جون عطل كي فيت كومونسي اي نا با تروفي سوليسيون باش يروح له 1 كونتر 1 دخلوا هذوك لي 10 15 مينوت دو جو لي جوار ديال الكباسونال تاعنا عطاو الوقت الوقت باش يشوفوا لا رياكسيون تاع الادفيرسير يا توجور هذاك لو طون دو رون تاع الادفيرسير تشوف كيفاش الحذر وتشوف الخاصك كيفاش يلعب 10 15 مينوت دو جو خرجنا من لا كوكي تاعنا وشفنا حنا سي البلان في البلان تكنيك نضرب اللي عندنا اللي لي جوار بور لورغانيزاسيونيه اليوم لورغانيزاسيون كانت بارفيت تاع جمال بلماضي وي في البلان فيزيك ما عندي ما نقول يا اون بريباراسيون فريمون على ليت انا شفنا فيزيك ما واحد فيهم ما نهار ما كاين لي كرومب اي بي خروج رامي بن سبعيني ودخول 10 مينوت لا فان سيتي بريفيزيبل باش دير دي شانجمون اي لو كان باش تخلي لي جوار تاعك يرتاحوا بهذا الجانب بي تي تي فابا بروند دي ريسك واحد اللي يكون عيان اللي اكسبوزي او بليسيور بالك يدير اون فوت اللي تقدر تقام لك ان بينالتي ولا ان بوت الوغ هذوك لي شانجمون كانوا يتنداروا بالك وقطا شويه راح حتى ل 80 مينوت دو جو الوغ بالك دوتور زونترينور ا بارتي دو لا 65 يبدا يخمم على لي شانجمون يكاسي لي ريتم تاع لادفيرسير ويدخل لك 209 ليكيبا لي 3 جينيرالمون سي الميليو تيرا اي لاطاك مي اون غروسو مودو اليوم ليك ناسيونال اي سون مونتي اون بويسونس بارابور لديرني ماتش دو كينيا شفنا مستوى اليوم مستوى احسن كي تكون عندك ايكيب اون فاس كي جو بالون تكون اون بوزيسيون مليحه انا شفنا بلي اليوم ايزون مونتي طلعوا نوعا ما المستوى تاعهم انا انديفيديوالمون ولا كوليكتيف محمد روان كان تحدث حاجة عدلان عن ساديو ماني اليوم شفنا رياض محرز اللي كان قريب من تسجيل هدف كيفاش شفت رياض اللعب تاع رياض محرز اليوم شوف تو دابور جورج والحاج واش قال على الناخب الوطني جمال بلماضي العلامة الكاملة ليه سانسيرمون يعني شغل سيتي حسينا باللي فوالا سادي لا تاكتيك سو لو بلون يعني بسيكولوجيك سو لو بلون حسينا باللي الفريق الوطني تاعنا راهو سادي الى كان حاضر يعني والمعنويات كانوا يعني مرتفعه اي بوي لي كونسين تاع الشيخ فريمون شغل لي كونسين تاع جمال بلماضي دار ريسبكتي ابسولي ما دارهم على لا تروي يا انتوش اكزاكتومون وسورتو اليوم حاجه اللي تما شغل اللي انا شفتها اليوم اللي حسيتها ثاني يا كانت واحد الحراره سورتو لو كوتي تاع لي ديفونسور تاعنا اي كنا نشوفوا مام البالون كي صادي نضيعوه ولا اللي محرز اللي اسمه فيغولي كان كانوا يعاودوا يوليو صادي اللي يبي واحد يعني تا ديسبري و فوالا على الجزائر على الجزائر اكزاكت